السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي نورديني بنت يحيى، أنا طالبة من جامعة مرعى للتكنولوجيا. في هذا الفيديو سأتحدث عن الموضوع أهمية الأطعمة الصحية للطلاب. بالنسبة لي كطالبة أتفهم الصعوبات التي تصاحب اتخاذ سيارات صحية في حياتنا اليومية، ومع ذلك لا يقتصر الأمر على اتخاذ خيارات أكثر ذكاء أو تناول الحضور، إنه يتعلق بمستقبل أكثر إشراقا وصحة. أيها الإخوان الكرام، إن الصحة والعافية من نعم الله على عباده، فحقيق على من رزق حظا من التوفيق حفظها وحمايتها مما يضادها. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبوب فيهما كثيرا من الناس، الصحة والفرم. يميل الطلاب إلى الاختيار الوجبات السريعة عالية السعر ومنخفضة المغذيات، تلك التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الأداء الأكاديمي ومشاكل صحية طويلة الأجل. نحن بحاجة إلى نشر الثقافة الصحية التي تدعم نجاح الطالب على المستوى الأكاديمي والشخصي. نحن بحاجة إلى جعل الطعام الصحي خيارا سهلا من خلال توفير خيارات مغذية في المدارس وحرك فرص للطلاب للتعرف على الوجبات الصحية وكيفية إعدادها. يجب أن تعمل المدارس جنبا إلى جنب مع أولياء الأمور والمجتمع لتعزيز عادات الأكل الصحية من خلال مبادرات الاهتمام بالصحة على مستوى المدرسة، والتي يمكن للطلاب والأسر فهمها والمشاركة فيها بسهولة. وتتمثل إحدى الطرق الرائعة للقيام بذلك في تعليم الطلاب كيفية النمو والتحية طعامهم. إخوات الأعزاء، يمكننا أيضا تشجيع عادات الأكل الصحية من خلال تقديم مثال جيد من الآباء والمعلمين وشخصيات المجتمع. دعونا نعلم أطفالنا من خلال القيادة بالقدوة، من خلال اتخاذ خيارات غذائية مدروسة ومتوازنة ومليئة بالتغذية. ومن أهم قواعد العناية بالصحة لدى الطلاب، أولا الأكل على قدر حاجة الجسم من الطعام، وثانيا أن الحمية أصل من أصول صحة الجسم الإنسان، ويقصد بالحمية اهتماء الإنسان من الطعام سواء كان مريضا أم سليما، وإن كان استطلق في حق المريض أكثر. والحمية من أنواع الطعام أمر يمارسه الأطباء يوميا، فمريض سكري لديه قائمة طويلة من الأطعمة الممنوع تناولها، وكذلك المريض ضغط الدم ومريض الكلى ومريض المعدة والأمعاء، كما أن هناك الحمية العامة للتخفيف من آثار السمنة. وثالثا تنظيم أوقات الطعام وتجنب الأكل بين وجبة الطعام بإدخال الطعام على الطعام. ورابعا اختيار أفضل أنواع الطعام وتجنب ردائه، وهذا مما يهمله كثير من الناس لعدم معرفتهم بما يفيد من الطعام لجسم الإنسان وصحته. باختصار، الطعام الصحي ليس مجرد خيار، إنها ضرورة لنمو أطفالنا وتطورهم. يجب أن نعمل معا للتأكيد من حصول الطلاب على التغذية المناسبة التي يحتاجونها، وتوفير الفرص لهم للتعلم النمو بشكل مستدام. وخلاصة القول، هيا نبدأ في جعل الأكل الصحي ممتعا ومتاحا ومثيرا لحلق الثقافة الصحية التي تدعم النجاح الأكاديمي والشخصي للطالب. لا يعني الاستثمار في صحة أطفالنا فقط الاستثمار في رفاههم الحالي، وإنما يعني كذلك الاستثمار في صحتهم المستقبلية ومنهجهم الأساس ليعيشوا حياة طويلة وصحية ومنتجة. أكتفي بهذا القدر، شكرا على حسن استماعكم.